بس انت يا داليا بجد شاطره جدا في شغلك الحقيقه. مش عاوزه اقول لك انا لولا الشغل كنت انتحرت. ليه بس بعد الشر عليك؟ انت بتحري ليه؟ تصور واحده متطلقه ومش مخلفه ممكن تشغل وقتها ازاي؟ اه طبعا هو موقف حرج وسخيف جدا. بس انت ما قلتليش انت اتطلقتي ليه؟ غيور خنقني وانا عايزه مساحتي، عايزه اتنفس. لا غيور دي عنده حق فيها طبعا يعني، بس طبعا موضوع الخنقه ده والمساحه دي طبعا دي حاجه مهمه جدا يعني. طب انت بتتعاملي مع الموضوع ده ازاي يعني؟ اصلا انا بشوفه يعني بيظهر لك فجاه كده وبيبقى موجود وبيجي قوي وبيعمل كده كتير او بتاع، بتعملي ايه؟ بشوفه يعني بنتكلم عادي، بس هو مش قادر يتصور ان هو طلقني لحد دلوقتي. برضه عنده حق بصراحه. بس كويس انك واخده الموضوع دي ببساطه يعني. تمام، تقدر تقول اني بحاول اتكيف مع الواقع اللي حواليا. انت بقى احكي لي ايه اللي خلاك تعمل فكره برنامج على اليوتيوب؟ والله يا داليا هي كانت صدفه وبعدين قلبت بجد. لا الحكايه دي بقى عايزه فنجان قهوه نعدل دماغنا وتحكي لي. هو انت هتفضل بخيل كده على طول؟ ما تعزمني. لا بقول لك ايه، انا ما اسمحلكيش، انا عمري ما كنت بخيل، وبعدين نجم كبير، انت هتقري عليا ولا ايه بقى؟ فاكر ايام الكليه لما كنت تشتري حاجه من الكافيتيريا وادبسك في ثمنها؟ كنت فظيعه، بس انا كمان ما كنتش بسكت. فاكره بقى لما عزمت الدفعه كلها على الغدا ودبستك في الحساب؟ ندى مالك اتخضيت كده ليه؟ لا انا ما اتخضيتش ولا حاجه، بس مش اوعدك انك تيجي النادي في الوقت ده. ايه ما كنتش عايزني اجي ولا ايه؟ لا مش عايزك تيجي. ليه؟ ازيك ياسمين؟ ازيك يا بابا. بس انا عارف انك في الوقت ده بتبقي في البنك يعني. الفتره اللي فاتت كان عندي شغل كتير قوي فالستريس زاد فاستاذنت ومشيت. مش تعرفني؟ صحيح، داليا ندى مراتي وياسمين بنتي الكبيرة أخت ياسين الطويل بس هو الصغير. فاكرة لما أهلا يا مدام. ازيك يا ياسمين؟ ازيك. داليا بقى هي اللي بتنظم المعرض اللي هتعمله لي يعني وبتظبطه لي يعني وبتشتغل مع النادي على طول يعني. كنا بنتكلم في شغل يعني. طيب ومين؟ أسيبكوا بقى تشوفوا شغلكم وأمشي. ليه تمشوا ليه؟ ليه؟ استنى هجيب لكم كراسي تقعدوا معانا. استنى. لا لا انا داخله انا وياسمين الجيم. براحتكم. فرصه سعيده. احنا لا اسال. باي باي. باي باي حبيبتي. باي باي ياسمين. شريف انا همشي. ليه؟ ليه بس؟ احنا لسه ما اتكلمناش في تفاصيل الشغل. لا لازم امشي دلوقتي. طب القهوه اللي هنشربها؟ مش هيبقى لها طعم. فعلا القهوه ما كانش هيبقى لها طعم. ربنا يستر. واتش إت، ما تخليش حاجه تفوتك.